بالنسبة لمركز جمرك غدامس من المراكز المهمة والحيوية والمراكز الحدودية اللي هي يعني لازم أن يكون لها بالنسبة على مستوى الدولة وقفة جادة في سبيل مركز يعني مركز حدودي يفتح على دولة يعني مهمة زي الجزائر. وكان في يوم من الأيام قبل القفلة طبعا من سنة 2000 على فكرة من سنة 2014 المنفذ مقفل من قبل السلطات الجزائرية، أبلغون يعني أبلغوا إدارة المنفذ أنهم عندهم تعليمات أن بيسكروا المنفذ نظرا لتخوفات أمنية مثلا أو تردي الوضع الأمني في 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 في, في الجانب الليبي. فمن 2014 المنفذ مسكر وما فيش أي حركة دخول ولا خروج، وطبعا أكيد هذا نتج عنه معاناة، لأن لا شك أن العائلات أو على الجانبين الجانب الليبي أو الجزائري فيها عملية أخوة ومصاهرة من الجانبين، فالناس يعني حتى على المستوى الاجتماعي تأثر كبير. يعني الأخ باش يزور أخوه يعني ممكن يلف يعني كان على يخش على شقيقة تونس يعني مسافة قريب 2000-3000 كيلو، ففيه معاناة كبيرة حقيقة. وانعكس هذا سلبا من غير شك حتى على عملية التهريب، تنمت عملية التهريب يعني في المنطقة بشكل يعني ملفت للنظر. قبل لما كان المنفذ مفتوح في حركة دخول وخروج سواء من المسافرين أو الأشخاص أو انسياب السلع بشكل يعني سلس إن صح التعبير، لكن بعد قفل المنفذ صار فيه نوع من محاولة خلينا نقوله بالنسبة لضعاف النفوس محاولة الخوض تجارب التهريب ومشاكل التهريب عبر الطرقات. ولا يخفى على أحد أن منطقة صحراوية يقع المنفذ في منطقة صحراوية مترامية الأطراف يصعب يعني تأمينها إن لم يكن بإمكانيات وبوقفة جادة من الدولة الليبية ومن جميع الأجهزة الأمنية. يا أستاذ أنا سكرنا لك المراش. ما يعانيه مركز جمرك غدامس من نقص في الإمكانيات وفي المتطلبات العمل الجمركي حتى يتسنى لنا كرجال جمارك العمل وأداء مهمتنا المهمة السامية وهي المحافظة على اقتصاديات الوطن وحماية مكتسباته من أيدي العابثين والمهربين وما في حكمهم. مركز جمرك غدامس يعمل بقوة أعضاء في حدود 30 أو 35 عضو بين ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين، ونعمل حقيقة في ظروف أقل ما توصف بأنها غاية في الصعوبة أو الحاجة نظرا ل لا أقول قلة الإمكانيات بل انعدامها، انعدام الإمكانيات سواء من آتات مكتبي أو إمكانيات مادية أو من سيارات أو من جميع ما يتطلب أن يكون به العامل. وفي نفس الوقت نعمل بكل ما أوتينا ولن ندخر جهد في سبيل محافظة على اقتصاديات الوطن وحمايته كما أسلفت من أيدي العابثين، إلا أننا حتى يتسنى لنا أداء رسالتنا وأداء عملنا الجمركي لا بد لنا أو لا بد من إيجاد
وقفة أو إن صح التعبير المراكز الجمركية تعاني، ولا بد على أجهزة الدولة أن تولي اهتمامها الأكبر لهذه المراكز باعتبارها الشريحة الأولى، أو بحكم صمام الأمان محافظة على اقتصادياتنا وعلى الوطن وعلى كل ما هو من شأنه أن يدخل إلى وطننا الحبيب. ولا اللي